تعليقات الشيخ ابن عثيمين الدقيقة، ولا أقول فقط المفيدة بل الدقيقة، وهذا مما لا يتنبه له إلا قليل من أهل العلم. مثلا أول ذلك، أنا أنتقد كثير من طلاب العلم وربما يكونون من البارزين في العلم، أنهم حينما يفتتحون خطبهم وكلماتهم بخطبة الحاجة أنهم يزيدون على ما جاء في السنة الصحيحة، يقولون ويستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخره، هم يزيدون ونستهديه. وهذا لم يرد في طرق الحديث، لكن خطباء اليوم وخطيبنا اليوم أيضا هو يزيد هذه الزيادة، وأنا بطبيعة الحال لا أذكرها، لكن هذا القارئ يقرأ من ذهنه فهو زاد هذه الزيادة على الشريط فأوقفه ابن عثيمين. هذا ما عجبني منه أو مما عجبني منه. قال له بصوت خافت طبعا لا يكاد يسمع، وهذا من لطفه أيضا وأدبه مع طالبه، فقومه وإذا به يعود ويقرأ النص كما هو مسجل بدون زيادة ويستهديه، لأنه قال له من كيسك. أنا ما انتبهت، بس كأنه في ذهني قال له هذه من كيسك. أنا ما سمعت من هنا، ما سمعت. أي نعم، أي نعم، الشاهد جزاه الله خير يعني قومه وأرشده. كذلك كان يعني يقوم لحنه، خطأه في القراءة في كثير من الأحيان.